هذا هون مثال حكينا احنا الكومبوننتس كان في 6 كومبوننتس. اذا بنطلع هون عددوا لي بالله الورقه اللي مكتوب عندكم خلينا عدد ال 6 كومبوننتس. هاي التانك التانك اللي بده يحتوي على الفلويد الهيدروليك فلويد الحالة هاي مش كومبرست. بعدين الشيء الثاني كان البامب. هاي البامب هون عندي عاده نوع البامب عاده مش دائما عاده شو بتكون نوع البامب سنترفيوجل. اوكي عاده نوع البامب سنترفيوجل بترفع البريشر ترفع البريشر تبع الفلويد بس هي مش بوزيتيف ديسبيسمنت بامب هي سنترفيوجل. الثالث ايش كان؟ هي الالكتريكال موتور اللي بشغل البامب هذه فهو ميكانيكيا مشبوك الشافت الاثنين مشبوكين مع بعض وهذا هو البرايم موفر هذا صار البرايم موفر لهي البامب فهو بيعمل درايفنج لها على سرعه معينه. ممكن كان يكون برايم موفر انترنال كومبشن انجن بس في مش في مكان مغلق حسب الها. عادة إذا عندي كهرباء الكهرباء مصدر سهل للطاقة فأسهل لي إني أركب وهدول عادة بيجوا قطعة واحدة هم مرسومين هون قطعتين. أوكي إيش بعطيها؟ الأكتويتر الفالفز فهي عندي هون الفالف هي مثلا هذه دي إذا بنطلع هون دي هاي بريشر ريليف فالف إذا زاد البريشر عن حد معين لازم أحمي النظام أحمي السيستم فالبريشر ريليف فالف إذا زاد البريشر هون اللي جاي افرض هدول سكروا أو صار في مشكلة هون مش عم بتفش فيش منفذ للاويل من هون البريشر راح يرتفع البريشر راح يفتح الفالف هاي وراح يرجع على التانك فبمنع البريشر انه يزيد لحد خطر من هون هي البريشر ريليف فالف مثلا اظن الدايركشن فلو فالف هي دايركشنال فالف اللي هي لها تو بوزيشنز سبرينج ريتيرن مانيوال بحركها باتجاه بتركها بترجع مره ثانيه حتى اعمل اكستندنج للسلندر هي فالف وهي عندي هون تشيك فالف تشيك فالف هلا اظن انه تشيك فالف هي بهذا الشكل اظن انها هيك بحيث انه الفلو بيجي بهذا الاتجاه unhindered بس restricted في هذا الاتجاه فهذه هي فلو كنترول فالف اف هي صار عندي هي وحده تنتين ثلاثه اربعه فالفز هاي الخامسه شو كانت؟ الاكتويتر مش هيك؟ هي الهيدروليك اكتويتر دبل اكتنج سلندر في له تو بورتس من هون هذا البورت هذا البورت من هون هذا البورت بيعمل اكستند وهذا البورت رح يعمل ريتراكت من هون للهيدروليك سلندر من هون. اوكي هي السته او السادسه عفوا السادسه اللي هي البايبس اللي شبكت بين السيستمز من هون. شو الهدف من هاي الدائره نحكي عنها بشكل سريع؟ الهدف من هاي الدائره انه انا مانيولي بيكون عندي عامل مثلا شغال على خط انتاج او شيء بده يعمل اكستند للسلندر يعمل شيء معين هذا السلندر فبكون حاط ايده على الفالف اللي موجوده هون. هلا بتوقع عاده راح هو في هذا السيستم راح يخلوا البامب شغاله طول الوقت. هو هون ما عم يتحكم في البامب يطفيها ويشغلها. هلا يمكن او يمكن في عنده كبسه بيكبس البامب لما بده يشتغل بيكبس البامب بشغلها تشتغل بيرتفع البريشر من هون. هلا في الحاله هاي راح يكون عندي يكون عندنا عامل راح يعمل ريتراكت للسلندر لما يعمل ريتراكت للسلندر بالنهايه راح يرتفع الضغط ويشتغل البريشر ريليف فالف فعاده راح يكون هذا شغال على الفاضي شغال عمال برجع. هلا في اللحظه اللي بكون هو جاهز فيها بيكبس فبيكبس من هون هاي مرسومه بشكل غريب شوي بالنسبه لكم بس الفكره فيها من وين جاي الضغط؟ جاي الضغط من هون هذا الفالف يا اما بمرر البريشر فلويد هون يا بمرر البريشر فلويد هون. لاحظوا اذا مرر البريشر فلويد من هون ايش راح يصير؟ اكستند بس الاكستند هذا مين اللي بتحكم في الفلو تبعه؟ هذا هذا الاتجاه فبتحكم عمالي بالاكستند سبيد تبعت السلندر عمالها بتطلع بسرعه بتحكم فيها هذا الفالف من هون لان هذا مسكر راح يكون في اللحظه هاي فراح يتحكم فيها بهذا الشكل راح يعمل اكستند وراح يشبك الدايركشنال فلو فالف راح يشبك هذا البورت مع هذا البورت وراح يشبك هذا البورت مع هذا البورت فالفلويد اللي بيرجع ليش بيرجع عندي فلويد؟ يعني لما بعمل اكستند شو بصير؟ بيطلع فلويد من هون مضبوط؟ مين اللي سال المره الماضيه مش نفس الفلويد اللي دخل فلويد من هون دفش السلندر صار لازم يطلع فلويد من هون فلويد بيطلع من هون وبرجع على التانك بضل لحد ما هذا يوصل في النهاية لآخر مكان له. طبعا إذا ضليت أنا كابس ووصل هذا السلندر لآخر إشي
بطل في فلو يقدر يجي من هون، مش هيك؟ ايش راح يصير؟ راح يرتفع الضغط بالسيستم وراح هذا ينزل. هلا شلت ايدي، ايش راح يعمل سبرينج ريتيرن؟ راح يطفش هذا من هون، راح يرجع للوضع الاصلي. الوضع الاصلي انه البريشر يجي على هذا من هون، ايش بعمل؟ ريتراكت، والثاني بكون مشبوك على التانك من هون. فلما يعمل ريتراكت بده يطفش السلندر بهذا الاتجاه، الفلويد راح يطلع من هون. باي اتجاه راح يطلع الفلويد من هون؟ من هذا التشيك فالف، من الثرو تشيك فالف بهذا الاتجاه. فرجوعه مش فكانه بيرجع اسرع مما بيطلع، بيرجع بسرعه باسرع ما يمكن، بس بيطلع شوي شوي، لانه ممكن هذا لما بيطلع النار بيعمل عمليه معينه، عم بيدفش شيء معين او عم بيكبس شغله معينه، فبدي اتحكم بسرعته وهو خارج، ما بدي اتحكم بسرعته وهو راجع. هذا اللي بحققه هون الفلو كنترول فالف ان باراليل مع تشيك فالف من هون. نفس الشيء برجع هلا لما فلتت ايدي من هون، رجع لما يوصل اخر شيء من هون، ايش راح يصير؟ راح يبدا يرتفع الضغط، لانه هذا خلص ضغط في اخر شيء من هون. مين راح يرد يشتغل مره ثانيه؟ البريشر ريليف فالف. راح انا طلبت المهندس رشا راح ترسمها، اذا بتقدروا ترسموها تعملوها هاي.